محمود هاني، اول شيء عن نقطة النغمة اللي سمعتوها من جوال وليد، قال قلت مع جوال. اسمع خليني اكمل. انا وعبد العزيز كنا في المركز، زين، وليد وعبد المجيد وصالح الفرحان كانوا عند عبد المجيد هناك عند المسجد، ما كان في سبيكر نهائيا. كان في سبيكر، ما كان في سبيكر. انا انت قلت قبل شوي ان محمود اجتمع مع وليد تقريبا، يعني خلينا نقول ثواني، زين، اصبر. ثاني شيء، انا كنت في المركز، وليد عند المسجد، كيف بيطلع صوت الجوال وبيوصلني صوت الجوال وانا في المركز؟ كيف؟ انا بعلم كيف. كيف؟ لا تعلمني كيف، اصبر. ما تبغى الجواب؟ هذا اكبر دليل. ثاني شيء، كيف المهند... دليل بجواب؟ يا هاني انا قلت لك في البدايه لا تقطعني. سؤال وجواب. قلت لك في البدايه لا تقطعني. خليني اكمل. ثاني شيء، سالت المهندس انا، وليد الشمري كان ضايق خلقه، متاثر من موضوع ان عبد المجيد بيطلع، يجيني علي يقول يعطيني المصطلحات الغير اعلاميه، يقول اعطاها زحبه مايكل جاكسون، هذه مصطلحات اعلاميه. حلو الرجال متأثر قاعد مغطي غطس ودخل السرداب، بسأل المهندس ان صوت حرام صوت وليد راح للسرداب وكان صوته شغال قاعد يبكي الرجال. ثاني نقطة خلني اكمل. انت اسمي هو لازمه في لسانك، هو كذا مره واكثر من مره اليوم وامس اسمع اسمي عندك، ليش تقول سعد الكلثم؟ قرأ تغريدتي مره من المرات. اذا كنت كذبت عليك ولا ما كذبت؟ ما كذبت. اي خلاص، انا قريت تغريدتك صح في الهواء صح، لكن اذا انت عقلك مشكلتك تنسى، هذه مشكلتك انت مو مشكلتي انا. انت في احد الحلقات ذكرت انه انا غردت عن سعد الكلثم، هذه اول بركات المنظم، ليش انت تنسى؟ طيب اذا انت بتنسى وبتتهم احد الاشخاص، هذه مشكله فيك انت مو مشكله فيني انا. ثالث نقطة، خليني اكمل. قلت لك لا تقاطعني. ثاني شيء على علي الكلثمي. يا أهاني لا تقطعني، كمل. ثاني شيء على مشكلة علي الكلثمي، أوجه رسالة لناصر الحربي، إذا أنت إعلامي كبير زين ولك ما شاء الله تبارك الله سنين في الإعلام، اضبط فقرتك واضبط شو اسمه ذي اللي انت مسويها زين، ولا لا تخليها على حساب مشاعرنا احنا. فيصل بن قربة طلع، اقسم بالله العظيم اني قعدت تقريبا يومين كامل اني دروب في البرنامج، ليش تقعدون تخلونها لعبه في مشاعرنا؟ طيب ابن اساس في بدايه الحلقه وفي البرنامج هذا، ابن اساس على فقرتك انت عشان نمشي صح، عشان ما نتاثر. وش يدريني علي الكلثمي يمكن بكره يطلع البرنامج بهذا السبب؟ يا اخي لا تقعدون تلعبون في مشاعر الناس. طيب سعد، ترى اكبر لعب في اكبر شيء انك تلعب في الانسان في مشاعره. طيب سعد خلصت يا اخي، يمكن يصير فاشل في البرنامج بسبب هالشيء. طيب سعد، ولا تتكلم عن موضوع الجوال لانك انت مشكلتك تتكلم وتنسى، واذا صار اسمي لازم افهم هذه مشكلتك. طيب انت، طيب سعد انت دقيقه بجاوبك على نقاطك بصراحه. اول شيء تجيبون اسئله صعبه، تبين نقول له شو اسم ابوك يعني مثلا؟ هذا ايش؟ اسمعني ها، تبين نقول شو اسم ابوك شو اسم امك يعني؟ لازم اسئله فيها صعوبه عشان يكون في مسابقه. اول نقطه ذكرها، كيف الناس سمعوا الصوت؟ اجاوبك بكل بساطه. ارفع صوتك. اجاوبك بكل بساطه، المجموعه هنا وصوتهم موجود في المنتجع كله، جيد؟ فالصوت طلع بالنغمه هذه، لو وليد طافي جواله بيطلع بمايك ستور، بيطلع بمايك بندر، بيطلع من السبيكرات شغاله، يطلع بالجوال كذا. هذا واحد، وكلنا نسمع طبعا، مو باختراع نسمع ذاك في الهنجر، الحين انا يسمعون الناس في الهنجر ترى، مو باختراع، في اللوكيشن بلس يسمعوني، مو باختراع. في شيء اسمه المنتجع، اثنين في كل المنتجع، كل الشباب سمعوه. تغريدتك الله يحفظك يا حبيبي، كل الشباب سمعوه. وليد ما كان عنده سبيكر. طيب اسمع، غير كذا ترى النقطة هذه اشتغلت أكثر من مرة في برايم، اشتغلت الصوت هذه والله العظيم أنا قد سمعته بأكثر من مرة. طيب أكثر من مرة ما مسكت إلا على وليد. ثاني شيء، وليد الشمري أنا أعرف وليد الشمري. سعد خليها تكمل، قفل صوتك. آخر نقطة، لا ما أبغى شيء، ما عندنا ثلاث دقائق. وليد الشمري أنا أعرف، ثلاث دقائق عندنا، ثلاث دقائق ونكمل كلامنا. يقعد ثلاث دقائق يا سعد ونكمل كلامنا. علي أنا خليتك تتكلم، خليني أتكلم يا سعد. وليد الشمري، خلنا نتكلم دقيقة. وليد الشمري بطل، خلاص اسمع، فيت صوت. طيب النقطة الثالثة يا سعد، صالح الفرحان قبل شوي، قبل دقيقة، كيف عرف إن النغمة طلعت في الدقيقة 7؟ إذا ما كان مع جوال الله اعلم. انت متوكل عن وليد الشمري يتكلم عن وصالح. النقطه الثالثه الرابعه، انت يا سعد لما كنت واقف فوق وقلت يقولون هاني كتب عني تغريده يو شكلي نكبت او شيء كذا، ما كنت سامعها مني، انت كيف عرفت اني انا قلتها؟ لما رجعت للهاشتاج امس وشفت الجمهور جايبين المقطعين تذكرت الله يحفظك. لكن اصبر يا صالح، اصبر يا صالح دقيقتين، خلينا نكمل كلام الله يرضى عليك. تكفى انت يا سعد الكلثم لما كنت فوق وبجيب لك المقطع وتشوف ايش قلت عن نفسك، انت قلت انا قلت تغريدات ثم قلت يوه شكلي نكبت نفسي او كلمه زي كذا ما اذكرها. بعدين لما رجعت للهاشتاج الله يحفظك لقيت الجمهور جايبين لك المقطعين اني انا قلتها وانت قلتها. وعلى فكره التغريده اللي انا قلتها موضوع ثاني. رابع شيء، الترديد
حول انكم تبغوا تغطون على الغش اللي صار، انه لا تتعبوا في مشاعرنا وتلعبوا نحن مشاعر وحاسيس، على اساس ان احنا مع دولي حتى احنا مشاعر وحاسيس. لا تكذبوا، لا تكذب، معلش يا شباب على الكلمه هذه، انك تمسك في خيط انه لا تلعبوا بمشاعرنا. والله أبعطيك علي سبب اقبح من دم صراحه. بعطيك شيء يا صالح، بعطيك وقت. قلت لك بعطيك وقت، قلت لك بعطيك وقت. لا لا بعطيك وقت انا. اسمع سعد الكلثم هذا، شفت سعد الكلثم هذا اللي جالس قدامكم؟ لما قلنا له معك جوال وان جاكم فاسق بنبي، جاني قال وان جاكم فاسق بنبي. طيب هي احنا عيال اليوم سبحان الله، والحين جالس يقول لا تشكون في الناس ولا تشكون في دمهم. يا حبيبي احنا نتكلم عن شيء صار في الهواء قدام الناس، ما جيناك في شيء داخل غرفه نومك نتكلم عنه وما حد شافه. شيء صاير سم يا سبعه اللي تقول سبع دقائق، انا رحت